الحمد لله، الحمد لله وافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، فالسرقة من الصفات القبيحة التي تهدم شخصية الإنسان وتنشر الفوضى والخوف في المجتمع. والسرقة قد حاربها الإسلام واعتبرها جريمة وليس لها مبرر شرعي ولا قانوني. السرقة على نوعين: سرقة مادية وسرقة معنوية، وكلاهما مذمومة شرعا وقانونا. فالسرقة المادية وهي كثيرة، كسرقة أموال الناس المحروزة أي المخفية، الذي يأتي فيأخذ أموال الناس خلسة، وهذا يستوجب اللعنة، يعني الطرد من رحمة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. لأن الإنسان الذي يألف فيسرق شيئا قليلا أو بسيطا، وسيطمع ويطمح إلى أن يسرق شيئا كثيرا، فالذي يسرق الدرهم قد يسرق إن وجد فرصة مليار مثلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه باللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. وهناك السراق، لهم اختصاصات مختلفة، فهناك من يسرق الجيوب همه أن يسرق جيوب الناس، وهناك من يسرق السيارات، وهناك من يتسلق الجدران ليلا فيسرق بيوتات الناس وآثاثهم، وهناك من يدخل الأسواق فيسرق البضائع. فهذه صفة قبيحة في المجتمع، فالمجتمع ينبغي بل يجب أن تسود فيه، أن يسود فيه الأمان والطمأنينة والثقة. وهناك من يسرق الأرض، فيسرق الأرض ويعتدي على ملك الآخر، فإذا سرق ولو شبر واحدة فسيطوقه يوم القيامة بسبع أراضين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سرق من الأرض شبرا واحد يسرقه من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهل يستطيع الإنسان أن يحمل على كتفيه 100 كيلو من الأرض من التراب؟ لا يستطيع، يصعب عليه، يشق عليه أن يحمل ذلك، فكيف إذا طوق يوم القيامة من سبع أراضين؟ وهناك من يقطع الطرق فينتهب أموال الناس، والسارق لا يكون مؤمن حال سارقته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي لا يكون حينه وهو مؤمن، لأن المؤمن لا يسرق. وهناك من يسرق بالنية، يسرق بالنية، فيأتي الإنسان ويطلب منه القرض فيعطيه المال وفي نيته أن لا يرده، أن لا يرد هذا المال. من أدان من الآخر دينا وهو ينوي أن لا يرده فهو سارق، أي يوم أن يتسلمه فيكتب عليه أنه من السراق.
وهو سارق، ومن نوى أداءه وصعب وعسر عليه الأمر أن يرده فمات على ذلك أدى الله عنه الدين، أي الله عز وجل يؤدي عليه عنه الدين. لماذا؟ لأن في نيته أن يرده. ومن أخذ أو سلب حق الآخر كيفما كان، وهذا من السرقة المعنوية، يسلب حق الآخر بكتابة أو بكلمة أو فيسلب حق الآخر إما لنفسه أو لغيره فهو سارق، لأن حقوق الآخرين مضمونة. من غش في صناعته، من غش في صناعته أو عمله أو حرفته فهو سارق، من غش في وظيفته فهو سارق، من غش في الامتحانات فهو سارق، ومن حصل على الشهادة بغش أو زور فهو سارق، ومن حصل على عمل عن طريق الغش أو الزور فهو سارق، من غش في نصيحته، طلب منك شخص النصيحة فتغشه في النصيحة وأن لا تدله على الخير وعلى ما يريد فأنت بذلك تكون سارق، سارق. ومن نقل الخبر وزور فهو سارق، لأن الواجب أن تنقل الخبر بصدق وكما هو وأن لا تنقل كل ما تسمعه فهو كذب وسرقة. من نقل أفكار غيره مثلا علما أو معلومات من كتاب ونسبها لنفسه فهو سارق. ومن تجسس على الآخرين ونقل أسرارهم لنفسه أو لغيره فهو سارق. من ركب القطار أو الحافلة بغير أن يدفع أجرة ومن غير أن يدفع أجرا فهو سارق. من وجد شيئا في الأرض مالا أو غيره، وجد شيئا في الأرض وأخذه وهو ينوي أن لا يعرف به، وهو ينوي أن لا يبحث عن صاحبه، وهو ينوي أن لا يرده لصاحبه فهو سارق. لأنك إذا وجدت اللقطة في الأرض فإذا كنت قوي الإيمان فتأخذها وأن تعرف بها عاما كاملا، أن تعرف بهذه اللقطة، يعني تذهب إلى هذا المكان فتقول لقد وجدت هنا شيئا، فمن فقد شيئا فليأتيني. وهكذا الإسلام حرم السرقة، وأشنعها السرقة في الصلاة، وهو أن لا يتم ركوعها ولا سجودها فينقرها نقر الديك. هناك من يصلي في بيته فينقر صلاة نقر الديك، وهذه تعتبر سرقة. فالصلاة يجب أن يأتي بها المسلم على الوجه الأتم والأكمل من طمأنينة واعتدال وركوع وسجود. فخلاصة القول، على المسلم أن يكون أمينا، على المسلم أن يكون أمينا في تعاملاته ومعاملاته وأعماله وأفعاله وأقواله، فلا يغش ولا يسرق ولا يخدع ولا يخادع. فهذه صفات المؤمنين، ولو مع غير المسلمين فلا يقول قائل أنا أتعامل مع غير المسلم فأسرقه، فهذا حرام. لا يجوز أن تسرق غيرك سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن المسلم له وجه واحد وله خلق واحد وله صفة واحدة، فأخلاق المسلم ومعاملة المسلم لا تتعدد ولا تختلف من حال إلى حال أو من شخص إلى آخر أو من بلد إلى آخر. حيثما كنت ووجدت وكنت فخلقك واحد وصفاتك واحد، لأنك تتعامل مع الله، تتعامل مع الله ولا تتعامل مع البشر. حينما تنطلق في الحياة بيعا أو شراء أو معاملة أو زواج، كيفما كانت هذه المعاملة
إنما تتعامل وفق أمر الله، وفق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، السلف الصالح، كانوا يشبهون الملائكة. أنك تضع شيئا في الأرض وتترك شيئا في الأرض فتذهب وتعود وتجده كما تركته، لا يأخذه أحد ولا يعتدي عليه أحد، لأن الجميع يخاف من الله، الجميع يمتثل أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جاء الإسلام لعلاج كل مشاكل الحياة. جاء الإسلام وحارب السرقة بل وقضى عليها، جاء بالحدود الشرعية، علاج ورحمة من الله عز وجل، حتى يكون الإنسان أمينا، وحتى يضمن لنفسه في هذه الحياة الأمان، الأمان على رزقه وماله ونفسه وعرضه. فالمسلم عليه أن يكون صادقا مع الآخر، فيثق في الآخر، أن تتخذ أجيرا عاملا يعمل عندك، فلا أنت تأمنه على عملك، فإذا ما سرق سرق فيصير خائنا، خائنا لأمانتك وثقتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبايع الناس أن لا تشركوا به شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، بل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، وجاء التأكيد في القرآن الكريم حتى النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. والسارق بدأ الله عز وجل بالرجل بالذكر، والسارق والسارقة، فثنى الأنثى، لأن المعلوم الذي يسرق كثيرا هو الرجل، أما المرأة فقليل ما تسرق. لماذا؟ لأن معاملات الرجل أكثر، يدخل الأسواق، صفقات البيع الشراء، فيقع في المحذور وفي السرقة بأي نوع من الأنواع، بخلاف الزنا، زانية الزاني يجلده كل واحد منهما 100 جلدة. فنسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الحرام، وأن يبعد عنا ما يغضبه،